عند ياسين، مرة ياسين عنده الكرة، ياسين يحاول لازان إبراهيمي إلى فريد بولايا، بولايا يسدد كرة والإبعاد، يأتي الآن من مشعل المرشم، أخطر كرة لمصلحة الغرافة. اللقاء الثاني نعم لن يستسلمون، سيحاولون سيواصلون أن يعودوا من خلال هذه المباراة. وهنا لدينا الكرة التي سندت والإبعاد الذي يأتي من مشعل المرشم إلى ركلة